من القدس ينضم إلينا الدكتور علي الأعور الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. دكتور الأعور، أهلا وسهلا بك. لماذا يشعر بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل في حاجة متزايدة للضغط العسكري، وهو مقبل على بحث صفقة مع حماس؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي إلى السادة المشاهدين من القدس المحتلة. نتنياهو ما زال مصر على قتل المزيد من أبناء شعبنا. نتنياهو ما زال مصر على الضغط العسكري والحسم العسكري الذي يتحدث عنه ويقول بأنه ماضي من أجل القضاء على حماس، ولكنه ماضي في قتل الأبرياء والمدنيين أمام العالم كله. هناك مجازر ومذابح يوميا ترتكب في النصيرات ودير البلح والمغازي وفي قطاع غزة بالكامل. إذا نحن أمام فلسفة، أمام أيديولوجيا يقودها نتنياهو. هذه الأيديولوجيا تقوم على القتل والتدمير، وما زال نتنياهو حتى اليوم يعتقد بأن هذا الضغط العسكري بقتل الأبرياء والمدنيين هو سوف يلحق بالشعب الفلسطيني نكبة ثانية، عندها نتنياهو ربما يعلن وقف الحرب. ونشاهد أيضا يوقف جالانت يقول بأن الظروف قد نضجت، بأن الوقت المناسب الآن لصفقة تبادل أسرى. حتى عمليا في انقسام كبير في داخل إسرائيل في النظر إلى صفقة تبادل أسرى. هذا الانقسام الكبير الموجود حاليا بين نتنياهو وبين جالانت يؤكد من جديد بأن نتنياهو يحمل أيديولوجيا تقوم على القتل والتدمير والقصف، بينما يوقف جالانت يطالب بصفقة تبادل أسرى. ونتنياهو عندما يتحدث عن إعادة الأسرى المختطفين الأحياء والأموات، هو يعلم كم هو عدد الأسرى الأحياء، وبالتالي هو مستمر في القتل والتدمير من أجل إشباع أولا روح الانتقام الموجودة لديه، وثانيا من أجل وجوده السياسي والحفاظ على منصبه مقابل قتل المزيد من أبناء شعبنا. إذا هذه روح الانتقام التي يقودها نتنياهو، بالمقابل الجمهور الإسرائيلي يريد صفقة تبادل أسرى. أحد الآباء للأسرى وقف يهتف ويقول لنتنياهو: أنت المسؤول عما حدث لأبنائنا، أنت المسؤول عن عدم إتمام صفقة تبادل أسرى، في خطاب لنتنياهو. إذا هذا الضغط دكتور الأعور، لا سيما من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والأسرى، لم يتوقف تقريبا منذ 7 أكتوبر، ولكن الملاحظ أن هذا الضغط لم يأتي أو لم يؤتي أكله لحد هذه اللحظة، لماذا؟ حتى هذه اللحظة المظاهرات غير مؤثرة بشكل كبير جدا، لأن نتنياهو تمكن من إقناع جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي بعدم الخروج إلى المظاهرات، وبالتالي وصف كل من يخرج في المظاهرات هم اليساريون أو اليسار أو العلمانيين الذين يقفون أمام تطلعات نتنياهو، وتحدث للجمهور الإسرائيلي عن حرب الوجود وحرب التكوين، وبدأ يذهب إلى التوراة ليستخدم مصطلحات لكي يقنع الجمهور الإسرائيلي. الجمهور الإسرائيلي في حالة إرباك، في حالة تخبط، لا يدري ماذا يفعل. هل يخرج للمظاهرات من أجل إسقاط حكومة نتنياهو، أم يخرج من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين؟ ولكن بكل تأكيد حتى هذه اللحظة الجمهور الإسرائيلي ليس لديه قرار واحد موحد في الخروج ضد نتنياهو وإقالته كما كان في 6 أكتوبر قبل الحرب. إذا نحن أمام تطور مهم جدا. الجيش الإسرائيلي، يوقف جالانت، هيرسي هاليفي، دانيال هاجاري يطالبون بصفقة تبادل أسرى، ولكن الواضح تماما أن نتنياهو هو الذي يدير المعركة الآن، وليس يوقف جالانت ولا هيرسي هاليفي. نتنياهو يصدر تعليماته إلى القادة الميدانيين في قطاع غزة ويقول لهم مزيد من القتل ومزيد من التدمير. هكذا يعتقد نتنياهو أن قتل المزيد من الفلسطينيين يعمل على تصفية القضية الفلسطينية. يا جماعة، القضية لم تعد هي حرب بين إسرائيل وحماس، الحرب هي بين نتنياهو والشعب الفلسطيني. نتنياهو الآن يريد أن ينتقم من الشعب الفلسطيني على ما حصل يوم 7 أكتوبر بطوفان الأقصى، وبالتالي أصبحت المعركة واضحة بين نتنياهو والشعب الفلسطيني: القتل والتدمير والتجويع. أهلنا في شمال غزة الآن لم يوجد لديهم لا طعام ولا شراب ولا ماء، وبالتالي نتحدث عن أزمة يعيشها نتنياهو ثم يهرب إلى الأمام بقتل المزيد من الفلسطينيين. والسؤال المركزي الآن: ما العمل؟ هذا هو السؤال. لكن لا يبدو أن بنيامين نتنياهو وحده من يحاول تعطيل هذه الصفقة.
قاعدة اليمين المتطرف أيضا الذين يشكلون معه الائتلاف الحكومي يضغطون باستمرار. هنالك تصريحات هنا أستحضرها أيضا لوزيرة الاستيطان التي تحدثت حتى على موضوع في محور فيلادلفيا وقالت بأنه إن تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فسنحل الحكومة، وهي تهديدات صريحة. بالتالي كان هؤلاء يهددون بالانسحاب من الحكومة إن تم الذهاب إلى صفقة، اليوم يهددون بالانسحاب إن انسحب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا. وبالتالي ما أثر ضغوط هؤلاء على قرارات بنيامين نتنياهو؟ يعني يبدو حتى اليوم ما زال نتنياهو يملك القرار الأمني والسياسي والعسكري في إسرائيل. هؤلاء وزيرة الاستيطان ووزير الأمن الداخلي بن غفير وسموتريتش وزير المالية، وأيضا هو لديه منصب آخر وزير في وزارة الدفاع، هؤلاء لا يؤثرون إطلاقا على قرار صفقة تبادل أسرى. من يملك القرار؟ نتنياهو. نتنياهو لديه حسابات شخصية ولديه حسابات أمنية. نتنياهو لن يوقع صفقة تبادل أسرى قبل سفره إلى واشنطن، وبالتالي هو سوف يقوم بإلقاء خطاب في الكونغرس. لن يمنح بايدن أي انتصار دبلوماسي أو سياسي بهدنة 6 أسابيع. إذا نتنياهو هو من يملك القرار. بن غفير وسموتريتش هؤلاء لن يحلوا الكنيست ولن يحلوا الحكومة ولن يفكر في حل الحكومة. لماذا؟ لأنه هذه فرصة ذهبية. سموتريتش لأول مرة في التاريخ يكون وزير مالية، وبالتالي يتحكم في الاستيطان وتعزيز الاستيطان وفي الضفة الغربية وأموال المقاصة، ويعمل على انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية. بينما بن غفير يأخذ بقراره، حتى بن غفير أصبح وزير للأسرى الفلسطينيين فقط ولا قرار له. نتنياهو يستطيع ترويض هؤلاء بأي مزايا سياسية هنا وهناك. بن غفير أصبح فقط وزير الأسرى، كيف يقوم بتعذيب الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم وقتلهم في سجن سادات تيمان، هذا السجن الذي يقتل فيه الفلسطيني؟ باعتراف صحيفة هارتس التي قالت هناك 30 فلسطيني من أهل غزة تم إعدامهم وتم قتلهم في هذا المسلخ. سادات تيمان هذا ليس سجن، هذا مسلخ إسرائيلي جهزه بن غفير للأسرى الفلسطينيين. كيف يخرج السجناء الفلسطينيين من المعتقلات؟ يخرجون هم فاقدين للوعي وفاقدين للجسم وفاقدين للرؤية وفاقدين لكل شيء. هذه سياسة بن غفير. بن غفير هو وزير فقط، وزير الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي هؤلاء لا يؤثرون على قرار نتنياهو. نتنياهو لديه هناك تاريخ، هو ذهاب الكنيست إلى الإجازة الصيفية في 27 يوليو الجاري وخطابه في نهاية الشهر في الكونغرس. إذا نتنياهو لن يوقع صفقة تبادل أسرى قبل عودته من واشنطن، وبالتالي أنا بتقديري أن نتنياهو لا يفكر حتى في صفقة تبادل أسرى، لأنه يعتقد بأن الوقت لم يحن من أجل وقف الحرب، لأنه يعلم جيدا هدنة وقف الحرب تعني أن خروج نتنياهو من المشهد السياسي والذهاب إلى انتخابات مبكرة. نتنياهو ماضي بسياسته قتل وتدمير الشعب الفلسطيني من أجل فلسفة واحدة، هو يعتقد تصفية القضية الفلسطينية، ونسي أن هناك 13 مليون فلسطيني لن يركعوا لنتنياهو، وسوف تبقى القضية الفلسطينية هي مركز الصراع الفلسطيني في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الأعور الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي، حدثتنا من القدس.